السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نرد نتكلموا ونزيدوا نكشفوا لكم هذا الناس كذابين، يعني ناس كذابين كذبوا تحداو ومازال اليوم يتحداو، يعني مازال اليوم يتحداو ودايرين مواضيع، يعني شاهدنا دايرين مواضيع على ناس حضرات وما دايرين مواضيع، ما عندهم حتى ادله. قال الحسين جنادي يخرج كما سيهضر على حسين جنادي، قارعوا الكاش بالشيخ يهدر يعاودوا يهضروا مور بالشيخ. هذا مكان هذا صار يمكن ديك البقره اللي تروح كاع النهار وهي سارحه وتجي في الليل تعاود ترد تولي تمزق وتاكل وصايك. هذا ما عندهم، عندهم والو. هذو جماعة الماتش تعاود، جماعة الماتش تعاود، عندهم هذه البركة. هذا مكان ما عندهمش حاجة واحدة أخرى، يعني يتهموا في الناس بالخيانة، يتهموا بزاف صوالح. على ذيك اليوم وين نقول لكم باللي يا ودي هاد الناس عندهم هذه، عندهم هذا الأمور هذه. حنا عندنا أدلة، عندنا أدلة يهدر يسب يعني وينتقد ويشكك يعني في الدولة ويشكك في الوزارة ويشكك. أما عندنا راك تسمع روحك، راك تسمع روحك يا ولد الحلول، راك تسمع روحك، راك تسمع روحك. هذا الشخص هذا راهو يسمع روحه مليح، خاطش علاه اليوم هذو الناس هذا عاير السلطة، عاير رئيس دولة كومبلي، عاير رئيس دولة كومبلي. هذا رئيس دولة كومبلي. انت راك خربت فينا، ترك غلط، وغادي نقولها لك يا خويا. روح سقسي على روحك، روح انا نقولك روح سقسي، لبيت سقسي سقسي. انا غادي ندير تبليغ ان شاء الله بربي لوكيل الجمهوريه ديريكت بالفلاش ديس تاعك وكلش عليكم، اسمك وكلش، راه عندي اسمك هنا كاع، كاش كاع مشكل. والله لو تخرج في اللفت انا نقولها لك، والله يا لفت لي كليته لا خرجته تاع الرايس تاع لي تعايف الرايس تاع كاريك، خاطش لي مثل الواز لي مثل الرايس شكون؟ وكيل الجمهوريه. اي قدموا وكيل الجمهوريه هو اللي يقوم بالامور هذه. تحيه العداله الجزائريه، تحيه العداله الجزائريه. ها انت عندي لهنا فاني غادي ندير لهم نعطيهم تاع ان الدوله هذه الدوله والعداله تاعها ما نامنش بها. اذا راك حاضرها وناسيها انا راني درتها لك، لبي تعاود تسمع التسريبات تاعك عاود ولي التسريبات تاعك، راني درتها لك يا راني درتها لك. دوله قررت باش دير رجال اصلاح رياضي، انت جاي تعاير في الوازي، تعاير في الناس، تعاير من الناس، تعاير من مع الناس. أنا سمعت روحك، بوركوا بوركوا؟ شكون اللي قال لك قول؟ شكون اللي قال لك قول؟ ولا العم تاع رجلا؟ ها رجلا تاعك هاي راه بالراحة. صاري باش يمنع المطر. خويا الهاشمي ليس هذا يعتبر تدخل السلطة مباشرة وراهم يخلطوها على الجزائر؟ قرار وزاري باش يمنع المترشحين ويبدل القانون و و و و و و يعني هذا ليس تدخل السلطة في الدولة في الرياضة، هذا خطير. واش راهم ينشروا في هذه زادريوس؟ خطير يا خويا الهاشمي، هذا يعتبر ولا لا لا تدخل السلطة في الرياضة؟ ها يعتبر تدخل السلطة ولا لا لا؟ الوزارة اللي راهي تتدخل في الانتخابات تاع رؤساء الاتحاد. سمعت روحك، سمعت روحك، نعاود لك وحده اخرى الزاوجه، سمعتو الزاوجه، اسمع الزاوجه. خويا الهاشمي، هذا يعتبر ولا لا لا تدخل السلطه في الرياضه؟ ها يعتبر تدخل السلطه ولا لا لا؟ الوزاره اللي راهي تتدخل في الانتخابات تاع رؤساء الاتحاديه، هذا تدخل ولا لا لا؟ راني غلط، اذا راني غلط قول لي. عندها الحق الوزاره دير هذا الشيء، اذا عندها الحق نورمال، اذا ما عندهاش الحق نخرج فيديو ونقصفهم. با 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 يقصف هو على بالك، وصعيب هو هذا صعيب على بالك، عنده بطولات كيما تاع تشينك شينك شونغ هذاك تاع كوريا يقصف. بوركوا انت يا تهدر كيما هاك؟ واش دخلك انت يا انت؟ فاش دخل انت؟ كي دخل انت راهي عالميا هذه، انت حاسب انت رئيس اتحاديه
يجيبوا تاع لابورت كي يجيبوا يحطوه ياه واو لله لابورت كي هكا يا سلام مع مراكم نتوما يا جيب 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 اللي تبغوه نتوما ولا كي مكاش دولة ولا نتوما بغيتو تحطوا بغيتو نتوما تحطوا الرئيس مكاش دولة مكاش ديرو لنا شكون وزير فهاديك ديرو لنا شكون وزير قولوا لنا شكون هو وزير يا ودي الدولة قررت تا روح انت روح دخل الطواليت عود دخل الطواليت عود دخل الطواليت الدولة قررت صايكة إصلاح رياضي يا جاتو برجي سارة جايكم برجي سارة جايكم برجي أجي أجي تقول تطلبوا في السلامة أنا نقول لك راكم غالطينا راكم هافينكم ناس خرجوا يهضروا في الطواليت في لي طواليت لي بلاطو وقلتوا هي صايك راهي تو فابيا كاش هي كاش 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 ناس يكبات قاعدة ناس سكتت مالك أكبرك محاسبينها سهلة ناس هي راكدة شوف عادي نورمال يا يا صحيح يا أي 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 عندي حتى المعلومات ناس ناس من البارادو اتصلوا قال لك احنا هذا ما نعرفوش قال لك هذا كان يهضر باسمنا احنا ما نعرفوش قسما بالله لا راه عندي هنا قال لهم انا ما نعرف احنا ما نعرفوش مالك قاعد تكذب على الناس طايح حبه بطاطا انت يا قريمشة انت قريمشة طايح حبه بطاطا خشينة وانت حبه قريمشة مالك تعرف قريمشة ولا ما تعرفهاش رسق سي اشتهي لك كلمة القريمشة بوركوا نتايا كيما هاك قلت لك النهار اللي بغيت تدخل في اللعب معاهم تاع الماتش يتعاود قلت لك يا ودي اختيك نتايا اختي قعد مع ارتيتا ها راه ارتيتا البرومي راه مع دير ماتش لي نتايا مشيت تفرح وقيلا كي يسموه هذاك غوارديولا مي يدير ماتش لي مكاش مي ما يكونش كاين محرز يدي يخسر ولا تفرح ها راه دير معاه ماتش لي على ما تدخل ومتدخلش تطاكي ومنك وقعد ايه أو نشقد ندير لك إعادة تربية راني ندير لكم في إعادة تربية كي نتايا كي الحلال اللي معاك شطوم مات عليكم يا أكثر متاع كلمة شطوم مات عليكم نتوما كاع كيما درتو متالي كاع إيه خاصك روح تشكي تعال الدولة وتعال الرايس وتعال الناس تتهم في الغاشي بالله الغاشي تاني تهمتو نتا بالخيانة والمؤامرة على الجزائر عندك أدلة؟ أعطيه جيب حط أدلة أنا هما لا ولا هم كاينين راه خير ربي تعرف شنو كاين ولا تعرف شنو عندك هنا ولا تعرف شنو كاين ولا هادي قال هادو قاتشا وكادو قاتشا وكادو هادو قاتشا وكادو تعرف شنو كاين هادو قاتشا وكادو مازال ومازال هادو تعرف شنو كاين مازال عاد من تحت ما راكش يمشي هادي نقلع عليكم الكلاوي هذاك هذاك اللي كسر شعب اللي شاهدنا شعب اللي في التلفزيون في حصه رمضانيه اتصلنا شعب اللي كاين في اليوتيوب شعب اللي ورجله معلقه هذاك اللي كسر رجله اي شينويه ولا ما عرفتش شينويه لازم تقولنا شكون هو صاحبكم خاطش عندناكم نتوما تقولوا مخزن تعاين وكلشي لازم تقولنا شكون هو صاحبكم المغربي اللي معاكم لازم تقولوا لنا كيفاش ديروا دي فيديو تتفاهموا معاه وتخدموا لهم لي فيديو باش هما يخدموا بيكم وكلشي لازم تقولوا لنا مالك ها راه عندي لهنا فانيك انت يا البقره تشافانيك راه عندي هذيك الهيا باش تكلمونا وشفتوا الناس انتوما حسبتوا الناس الى الدولة هماكم صهاد انتوما تعايروا وحنايا مخليكم انتوما تعايروا مخليكم كون كنا حنايا مزداقين ما تاع مخلوعين تاع لك عندي تسليم تخسر بصح جريتك هاك جبتك وحنايا ارواحوا كاع هذا الشعب اللي كاع اللعابة كاع ديزونسيا كاين ديزونسيا زوار هدرت معاهم صحافيين هدرت معاهم عندي هنا سمع بيها تعلقوا لقوا على روحكم برك لقوا على روحكم
ما تالي كاع غير لاقي على روحك، هادي باش دخلت مليح في راسك اودي، انا نقولها لك. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.